مرحبا بكم. ساهمت الاختراعات والابتكارات المختلفة في تطوير الحضارة البشرية على مدى عدة قرون، لكن هل تعتقدون أن جيلنا الحالي يستفيد من كل الاختراعات التي توصل إليها البشر؟ الجواب هو بالتأكيد لا. في هذه الحلقة ستتعرفون على مجموعة من الاختراعات والاكتشافات المدهشة التي تم حجبها عنا لأسباب مختلفة. لسبب ما لم تصل تلك الاختراعات إلينا، رغم أنها كانت ستحدث ثورة في عالمنا. تأثير الهيكل المجوف. فيكتور جيرينيكوف من أشهر علماء الحشرات في روسيا، بدأ رحلته العلمية بانبهاره بالعالم وخاصة بمملكة الحشرات التي كان واثقاً أنها تخفي العديد من الأسرار، بما في ذلك مقاومة الجاذبية. ودراسته لعالم الحشرات كانت سبباً في اكتشافه لما يعرف اليوم باسم الهيكل المجوف، وهو مفهوم استنتجه من المراقبة الدقيقة لبنية خلايا النحل وسلوك الحشرات. بدأ كل شيء في أوائل الثمانيات عندما كان جيرينيكوف يخيم في سهوب سيبيريا الشاسعة. أثناء استلقائه على الأرض شعر فجأة بإحساس غير عادي، ليكتشف أنه كان مستلقياً فوق خلية نحل تحت الأرض. كان يعاني من الصداع وطنين في الأذنين وطعم معدني غريب في فمه، وذلك ما جعله يعتقد أن ذلك الشعور مرتبط بتواجد خلية النحل من تحته. وللتعمق في دراسة هذه الظاهرة، قام جيرينيكوف بجمع أجزاء من خلية النحل وبدأ في إجراء التجارب. حينها لاحظ انبعاث حرارة غير عادية من هيكل خلية النحل، وهي حرارة لا يمكن اكتشافها أو قياسها بالأدوات العلمية التقليدية. قادته هذه الملاحظة إلى وضع نظرية حول وجود مجال قوة ناتج عن التكوين الهندسي لخلية النحل، وهو مجال قادر على التأثير على البيئة المحيطة بطرق لم يفهمها العلم من قبل. اتخذت أبحاث جيرينيكوف منعطفاً مهماً عندما فحص جزءاً من القشرة التي تغطي أجسام بعض الحشرات تحت المجهر، وحينها اكتشف أن هيكل تلك القشرة منظم للغاية. وبمجرد أن وضع القشرتين فوق بعضهما البعض، ارتفعت إحداهما في الهواء لبضع ثوان قبل أن تسقط. وقد كانت تلك التجربة خطوة أولى في فهم الخصائص المضادة للجاذبية لدى بعض الهياكل الطبيعية. كان جيرينيكوف مقتنعاً بأهمية اكتشافه، وشرع فوراً في تطوير مشروع يمكنه أن يفيد البشر، حيث قام بصنع منصة بها الآلاف من قشور الكيتين على جانبها السفلي، والنتيجة حسب جيرينيكوف هي مركبة مضادة للجاذبية. وحسب العالم فإن تلك المركبة يمكنها أن تتحرك بسرعة تصل إلى 1500 كيلومتر في الساعة على ارتفاعات تصل إلى 300 متر عن الأرض. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المركبة من المفترض أنها محاطة بما يشبه فقاعة طاقوية يمكنها إبطال مقاومة التأثيرات الخارجية وكذلك الضغط الديناميكي، لكن ورغم كل ذلك فقد واجه جيرينيكوف الشكوك والرفض من المجتمع العلمي. تم رفض طلب براءة اختراعه في عام 1992، بعدها حاول مشاركة أعماله الرائدة من خلال كتاب حاول فيه نشر بعض التفاصيل المهمة عن اكتشافه، وشرح طريقة عمله باستخدام بعض الصور الملونة. كما احتوى الكتاب على صورة لتلك المركبة وهي في أحد المتاحف العلمية أيضاً، لكن الناشرين المتأثرين بضغوط خارجية قاموا بتعديل محتوى الكتاب الأصلي، وقد تضمن التعديل إزالة مئات الصور وجميع التفاصيل التخطيطية التي كانت ضرورية لفهم هذا الاكتشاف. وذلك ما يطرح العديد من التساؤلات. لماذا حاول المجتمع إخفاء حقيقة اكتشاف جيرينيكوف؟ حاول أحد زملائه الإجابة على هذا السؤال بقوله إن العالم كان عضواً في منظمة علمية سرية واجهت اضطهاداً من المجتمع العلمي والهيئات الحكومية بسبب اكتشافاتها المهمة، خاصة وأن اكتشاف جيرينيكوف قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه ربما يكون اكتشافاً سيقود البشرية إلى تقنية أو قوة جديدة ستشكل خطراً كبيراً على العالم. سيارة القنب. في الأربعينيات من القرن العشرين، وسط اضطرابات الحرب العالمية الثانية وبداية الثورة الصناعية، شرع هنري فورد في تطوير مشروع سيارة بمعايير مختلفة عن معايير السيارات في عصره. اشتهر فورد بروحه الابتكارية وتطويره لخط التجميع الفريد من نوعه لسيارة موديل تي، وقد حول اهتمامه بعدها نحو الاستدامة البيئية، وذلك قبل وقت طويل من أن تصبح اهتماما عالميا.
تجسدت رؤيته في تطوير سيارة لا تعمل فقط بالوقود الحيوي، بل يتم تصنيعها من مواد عضوية أيضاً على أن يكون القنب هو المادة الأساسية. إنها سيارة فورد 420 المصنوعة من القنب، والتي تم ترويج لها كثيراً عبر الإذاعات في ذلك الوقت كونها فكرة غريبة ومبتكرة. لكن على الرغم من أن هذه المبادرة كانت جيدة، إلا أن المشروع تم التخلي عنه في النهاية، حيث طغت الصناعة النفطية على الفكرة وكانت تتوسع بسرعة على نطاق عالمي. لم يكن اهتمام فورد بالمواد المتجددة والمواد المستدامة بمثابة شيء جديد، حيث أنه دعا قبل ذلك بفترة طويلة إلى دمج الزراعة مع الصناعة، معتقداً أن المزارع يمكن أن تكون بمثابة مصدر حيوي للمواد الخام للتصنيع، وقد كانت سيارة القنب تجسيداً مباشراً لهذا الاعتقاد. والفكرة تؤكد على التزام فورد باكتشاف المواد البديلة الصديقة للبيئة. كان جسم السيارة مصنوعاً من مادة مركبة تتضمن ألياف القنب، والتي عند دمجها مع ألياف نباتية أخرى تنتج مادة خفيفة الوزن متينة وقابلة للتحلل. لم تكن هذه المادة صديقة للبيئة فحسب، بل كانت أيضاً تتميز بقوة أشد تبلغ 10 أضعاف قوة الفولاذ، مما يحافظ على سلامة الركاب أيضاً. تم تصميم سيارة القنب لتعمل بالوقود الحيوي المصنوع من بذور نبات القنب. كان اختيار الوقود الحيوي رمزاً يؤكد على رؤية فورد المستقبلية لعالم تعتمد فيه السيارات على مصادر الطاقة الحيوية. فالوقود الحيوي المصنوع من القنب بديل مستدام وصديق للبيئة، مما يعني تقليل الانبعاثات وتحقيق المزيد من الاستقلالية عن النفط. لفت الكشف عن هذه السيارة عام 1941 انتباه العالم، وقد أظهر هيكل السيارة قوته في العديد من الاختبارات. تحمل الهيكل العديد من الضربات القوية دون ضرر، لكن رغم كل شيء فإن المشروع لم يصل إلى مرحلة التجارب الأولية، والسبب الرئيسي هو شركات النفط التي لعبت دوراً مهماً في القضاء على المشروع، حيث شهد منتصف القرن العشرين فترة توسع سريع في مجال صناعة النفط، وأصبح النفط بمثابة شريان الحياة للاقتصاد العالمي. أدى هذا التحول نحو الوقود الأحفوري إلى خلق بيئة واجه فيها الوقود الحيوي عقبات كبيرة من حيث قبول المشاريع، أي أن النفوذ الاقتصادي والسياسي للصناعة النفطية إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية كان سبباً في تهميش العديد من المبادرات الرائعة، ومن بينها سيارة القنب. كما أن الجانب الثقافي للمجتمعات والقانوني أيضاً لعب دوراً مهماً في زوال المشروع، حيث أن زراعة القنب كانت مقيدة من طرف السلطات. كل تلك العوامل جنباً إلى جنب مع بداية الحرب العالمية الثانية أدت إلى تحول سريع في الأولويات، والنتيجة هي نسيان مشروع سيارة القنب. لدينا شيء آخر لإخباركم به، لكن قبل ذلك لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالحلقة والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. طائرة ويليامز إكس جيت. أدى تطوير أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي إلى ظهور العديد من النماذج التجريبية، وأكثرها إثارة للاهتمام هو نموذج طائرة ويليامز إكس جيت الذي تم تطويره من طرف شركة ويليامز إنترناشنال، وهي شركة معروفة ببراعتها في تطوير المحركات التوربينية. طائرة ويليامز إكس جيت هي طائرة بنظام إقلاع وهبوط عمودي، تعمل بواسطة محرك توربيني، وتصميمها مزيج بين البساطة والهندسة المتقدمة. تم تصميمها لتحمل شخصاً واحداً يمكنه التحكم في اتجاه الطائرة بمجرد الميل في الاتجاه المناسب وضبط السرعة. سمحت آلية التحكم السهلة هذه بتسهيل قيادة الطائرة وجعلها قادرة على تأدية العديد من المناورات، كما أن الطائرة يمكنها البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة تقريباً، والطيران بسرعة 95 كيلومتراً في الساعة، مما يجعلها وسيلة نقل مثالية للأشخاص. لكن وعلى الرغم من تصميمها وقدرتها المبتكرة، لم تكن رحلة الطائرة خالية من التحديات. في الثمانينيات قام الجيش الأمريكي بتقييم الطائرة كجزء من مشروعه الخاص بالاعتماد على تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي. حاول الجيش الاعتماد على تلك التقنيات لزيادة مرونة طائراته، وطائرة ويليامز إكس جيت كانت مثالية في البداية لنقل الجنود. لكن وبعد تقييم شامل توصل الجيش إلى أن الطائرة رغم أنها طائرة مبتكرة، إلا أن قدراتها أقل بكثير من قدرات الطائرة المروحية العادية والطائرات الصغيرة بدون طيار.
إضافة إلى ذلك فإن قدرتها على نقل الإمدادات محدودة جداً، وتزويدها بالمعدات القتالية غير ممكن، كما أنها غير آمنة بالنسبة للطيار. وبما أن الطائرة غير مناسبة للاستعمال المدني فإن المشروع تم التخلي عنه. مولد هند روشوت. كان هيستر هند روشوت مخترعاً أمريكياً في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، وادعى أنه طور جهازاً قادراً على توليد طاقة كهربائية من غير مصدر. قيل أن مولد هند روشوت يسخر المجال المغناطيسي للأرض لإنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى مصدر آخر، وقد كان لهذا الاختراع القدرة على إحداث ثورة طاقوية في العالم باعتباره مصدراً غير محدود للطاقة يغنين عن كل المصادر الأخرى. ورغم أن كثيرين حينها اعتبروا أن ما يتحدث عنه هند روشوت مجرد دجل، إلا أن العديد من العروض التوضيحية التي قام بها للجهاز في أواخر العشرينيات من القرن الماضي أظهرت أنه يقوم بتشغيل المصابح الكهربائية والمحركات دون مصدر طاقة آخر، وذلك ما أثار خيال الجمهور ولفت انتباه كل وسائل الإعلام والمستثمرين أيضاً. لكن الوضع تغير بسرعة حيث تلقى الاختراع العديد من الانتقادات، وحاول كثيرون إثبات عدم فعاليته. تعرض المولد لحملة إعلانية شرسة، لكن هند روشوت استمر في تطوير مشروعه لعدة سنوات متجاهلاً كل الانتقادات. وبحلول الستينيات أصبح هند روشوت واثقاً من أن اختراعه سيثير إعجاب القوات البحرية الأمريكية، ولذلك عرض على القيادة العسكرية نموذجين من الجهاز إضافة إلى شرح تفصيلي مكون من 56 صفحة، لكن المشروع قوبل بالرفض. وفي أبريل من عام 1961 عاد ابن هند روشوت من المدرسة ليجد والده مقتولاً في المنزل. أشارت السجلات الرسمية إلى أن هند روشوت مات منتحراً، لكن عدم إجراء أي تحقيق في مقتله أثار الكثير من الشكوك. والمتهم الأول هو الشركات الطاقوية التي قد يهدد اختراع هند روشوت حصتها في السوق، خاصة وأن بعض الإشاعات أشارت إلى أن الشركات الكبرى قد هددت هند روشوت وطلبت منه التوقف عن تطوير المشروع كونه مضراً بأنشطتهم التجارية. كما يزعم أن هند روشوت عرض عليه مبلغ 25,000 دولار للتوقف عن تطوير المشروع لمدة عقدين من الزمن، ولغاية اليوم ما زال مقتل هند روشوت يثير العديد من التساؤلات. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.